يقول في بلادنا يقنطون في صلاة الفجر يوميا، ما صحة هذا العمل؟ نعم، هذا مسألة فيها خلاف بين العلماء، القنوت للفجر. فالجمهور على أنه لا يشرع القنوت في الفجر إلا في النوازل، جمهور أهل العلم على أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر إلا عند حصول النوازل التي تنزل بالمسلمين، وهي التي قنت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين ويدعو للمسلمين بالنصر، ولم يكن يداوم عليه الصلاة والسلام على القنوت في الفجر. هذا مذهب جمهور أهل العلم. ذهب بعض الأئمة إلى أن هذا مشروع وأنه في كل صلاة فجر عن اجتهاد منهم، ولكن الحق والصواب مع الجمهور.